عايش وبنحلم هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. كذلك أحب أن أخبر إخواني في مصر أن فضيلة الشيخ أحمد النقيب يقود رحلة إلى أهلينا في الصومال لاستطلاع الأمور ولبحث عن إمكانية دعمهم ماديا ومعنويا وعلميا وكل ما يمكن أن يدعموا به. معي على الهاتف فضيلة الشيخ أحمد النقيب، نحدثه عن رحلته إلى الصومال والتي ستكون خلال هذه الأيام القادمة. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بفضيلتك. الله يبارك فيك، الله يكرمك، يا مرحبا يا ابو سالم. الله يحفظك. شيخنا الحبيب، عايزين نحدث مشاهدينا عن يعني جهدكم المبارك باذن الله في رحلتكم لدعم اخواننا في الصومال، كيف ستكون وكيف يستطيع كل مشاهدينا مساعده فضيلتك ومن معك في هذه الرحله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنئ قناه الحكمه بسبقها لهذا الخير. وأشد على يدي أخي وحبيبي الأستاذ وسام، وأسأل الله تعالى أن يوفقه دائما ويجعله دائما صداقا للخير كله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. وإياكم أخي الحبيب. هي أصل المسألة أن الصومال دولة إسلامية 100%، وهناك مخططات كثيرة لتفتيت هذه الدولة، وبالفعل نجحت المخططات، فاقتطعت اثيوبيا جزءا كبيرا من الصومال يسمى اوغادين، والمخططات لا تزال قائمه. اي مرجعها في العالم، المنظمات الدوليه الاقليميه الدوليه بتهرع لانقاذ اهل هذه المجاعه. الا ان الصومال منذ عده اشهر تقرصها المجاعه بشده، والهيئات ربما تكون متباطئة أو متكاسلة في إنقاذها. فلا يمكن أبدا للمسلمين أن ينقذوا في ديارهم وأن يترك إخوانهم هكذا. لكن الجديد في الأمر أن هناك تضاربات في الأقوال والتصريحات بشأن الصومال. هناك من يزعم بأن هناك مجاعة، هناك من يزعم أنه ليست هناك مجاعة. هناك تضاربات حول التصريحات في المتعلقة بالحكومة ومتعلقة بشباب المجاهدين، هناك كلام حول مسألة اللاجئين في الحدود مع كينيا. نحن هنا في مصر نريد أن نقف على الحقائق. نحن في مصر نريد أن نحافظ على أموال أهل مصر، وأن تكون في مأمن من أن تضيع أو أن يتاجر بها أو أن يتزايد بها. ولذلك بعض أهل الخير اتفقوا، وأنا من جملتهم، أن نذهب إلى الصومال وأن ندرس الأحوال بهنا وأن نتقصى الحقائق وأن نجري يعني محادثات مع كل الأطراف الموجودة هناك على الأرض، وأن نقيم هناك حملة دعوية كبيرة في الصومال، ومن خلال هذه السفرة نرصد الأحداث، نرصد الوقائع بالصوت والصورة. وأريد أن أخبر أن قناة الحكمة إن شاء الله سنخصها ونتحفها بكل ما سنعثر عليه إن شاء الله. نعم. صوتيا ومرئيا. نعم، جزاك ثم الله بعد خير. ذلك عندما نأتي إلى مصر إن شاء الله ننشر هذه الأشياء ونعرف الطريق الآمنة التي بها نستطيع أن نوصل المساعدات لإخواننا المنكوبين هناك، وآمل بإذن الله تعالى أن يكون هناك تواصل حسن. نعم. فإلى أن نذهب وإن شاء الله يكون السفر خلال أيام، إحنا في انتظار التأشيرة، لأننا سنسافر يعني عن طريق دبي ومن دبي إلى مطار مقديشو مباشرة، فنحن في انتظار يعني التأشيرة وبعض التجهيزات النهائية. فيمكن للإخوة إن شاء الله أن يتواصلوا في جمع الدعم المادي سواء بالمال أو بالمؤن أو بالأزواج أو ما إلى ذلك. ثم إن شاء الله عندما نأتي هناك تصور أن نجهز طائرة أو طائرتين للشحن وتحط هناك في الصومال على حسب ما سنتفق عليه إن شاء الله. نعم. طيب، وسيلة التواصل مع حد من مرافقي حضرتك لإيصال الأموال والطعام وما سيتبرع به؟ إن شاء الله
إن شاء الله يا أستاذ وسام. أنا الرقم المحمول يعني سأمدك برقم جوال دولي، نعم. بحيث إن من خلال الصومال ممكن أن تتواصل معي وأخبرك أولا بأول، نعم. عن أرض الصومال بالواقع أولا بأول. أما هنا في مصر فيمكن أعطيك عدة أرقام، نعم. تعطيها للإخوة المشاهدين بارك الله فيهم، نعم. وأن يتواصلوا مع الإخوة حاملي هذه الأرقام للدعم أو الاستفسار بإذن الله تعالى. طيب اتفضل يا شيخ. الرقم الأول اتفضل 019، نعم، 312، أيوه، 6 3 3. تمام. أرجو من المراقبين إن هم يضعوا الأرقام على الشاشة. لا، رقم من الشمال، أيوه، 019 من الشمال، أيوه، 312، تمام، 6 3 3. تمام. الرقم الثاني اتفضل 019، أيوة، 920، 94 99، 94 99، نعم، نعم. الرقم الثالث هو الأخير، نعم، 015 2، أيوة، 070، نعم، 70 65. تمام. إذن هذه الأرقام التي يمكن لمشاهدينا التواصل مع فضيلتك عبرها، أو يعني مع الفريق المرافق لفضيلتك عبر هذه الأرقام لدعم يعني إخواننا في الصومال. أنا بشكر فضيلة الدكتور أحمد النقيب، شكرا جزيلا على هذه المدخلة وهذا الجهد المشكور، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك شيخنا الكريم.